اهلا بكم مره تانية مشاهدينا الكرام، بنكمل مع بعض مصر جميله، وبيسعدنا يكون معانا وضيفنا الكريم دكتور محمد مهدي، مترجم اسلامي، ترجم كتاب عن النص الكامل لسيره الرسول صلى الله عليه وسلم. واعتقد ان آن الاوان ان احنا نتكلم في الموضوع ده ونركز عليه كتير كل يوم عشان اللي بيحصل في اوروبا، ونوريهم مين نبينا صلى الله عليه وسلم. اهلا بيك يا دكتور منور. اهلا محمد. دكتور محمد نورتنا النهارده، و يعني قول لنا حضرتك اخذت وقت قد ايه عشان تترجم سيره الرسول عليه الصلاه والسلام، وده اول نص مترجم؟ لا هو كامل، نص كامل مترجم. نعم، هو ده فعلا اول ترجمه للنص الكامل للسيره النبويه لابن هشام. هو كان في ترجمات قبل كده الحقيقه، ولكنها كانت مختصرات. لكن دي اول ترجمه للاصل. فهو يعني طبعا الترجمه نفسها هو اخذ مني حوالي سنه بالظبط، ما بين قراءة ودراسة وترجمة، وممكن نحط عليها كمان 6 شهور للمراجعة والإيديتنج، يعني حوالي تقريبا 18 شهر بالضبط كان الكتاب يعني انتهى تماما. تمام، إن شاء الله. ده مترجم باللغة الإنجليزية؟ بالضبط، أول ترجمة تنزل باللغة الإنجليزية لهذا النص. طب الهدف بتاع حضرتك كان إيه وحضرتك بتترجم الكتاب ده؟ هو في الحقيقة إن الكتاب ده بيتميز بأن هو أول عمل وصلنا كاملا يتحدث عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني احنا عارفين انه كلما كان المؤرخ اقرب للعصر اللي هو هيكتب عنه، كلما كان ما يكتبه يميل الى الدقة ويكون اكثر صحة ويكون اكثر قدرة على تصوير هذا العصر او هذه الظاهرة التي يكتب عنها. فاحنا عندنا السيرة النبوية لمحمد بن اسحاق اللي هو كتبها سنة تقريبا 140 هجرية، يعني كان بينها وبين وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم حوالي 130 سنة. فبالتالي ما كانش مر وقت كبير، ومن هنا تكتسب هذه السيرة أهميتها، لأن هي تعتبر أو يعني كان هو قريب جدا من الأحداث وعاصر التابعين، ونقل عنهم شفاهة ونقل عنهم مباشرة الأحداث. ما كانش فيه وسائط كثيرة من الرواة بينه وبين عصر الصحابة وعصر الرسول صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فسيرته تعتبر من أدق السير أو من أدق الأعمال التي أرخت لحياة الرسول صلى الله عليه وسلم منذ ميلاده وحتى وفاته، فمن هنا تكتسب أهميتها. هو كمان كان بيحاول يركز فيها على يعني صفات الرسول وأخلاقه ومدى قدرته على التأثير في وقت قليل جداً على يعني اكثر من يعني احنا الرسول بدا بعثته مثلا نقول مثلا سنه 610 مثلا ميلاديه، على نهايه سنه 632 عندما توفي كان اكثر من 130 الف قد امن به. فبالتالي هو كان بيهمه ان هو يعني كيف انه في هذا الوقت القليل الرسول صلى الله عليه وسلم استطاع ان يعني يكون له هؤلاء الأتباع ما لا يزيد عن 20 سنة تقريبا يعني. تمام، ما شاء الله. فبالتالي هذه يعني الكتاب له أهمية كبرى في أنه كما قلت أول عمل يصلنا كاملا. وعندما أقول يصلنا كاملا مش معناه أنه أول عمل اتكتب، لا، في حاجات اتكتبت قبلها ولكنها لم تصل إلينا. يعني في كتب كتبت قبلها ولكنها لم تصل إلينا، هذا الكتاب وصلنا نقلا عن هذه الكتب. فبالتالي من هنا يعني ايه يصبح مهما جدا ان نتعرض لترجمه هذه النصوص القديمه التي تصور لنا حياه الرسول وتصور لنا عصره. أكيد. تصويرا دقيقا خاليا من اي شوائب وخاليا من اي مؤثرات او تدخلات للرواه فيما بعد. أكيد. كتير من ناس في الغرب لما بيعرفوا سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام بيشوفوا إعجاز القرآن في بعض الآيات وبعض الصور، بيبقوا منبهرين بشكل كبير جدا، بيبقى عندهم شغف إن هم يعرفوا أكتر، بل بالعكس برضو كتير منهم بيدخلوا في الإسلام. فإن شاء الله بنحتسب يعني هذا العمل لوجه الله سبحانه وتعالى، وإن يكون سبب فإن الناس تعرف أكتر رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام. وإحنا كمان عايزين نتعلم من خلق وأخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه امبارح كنت بالصدفة بسمع يعني أحد البرامج الدينية، وكان حد من المعتدلين جدا والمثقفين جدا بيتكلم، بيقول أنه يعني الوضع اللي حصل الإساءة للرسول عليه الصلاة والسلام، لو الرسول عليه الصلاة والسلام كان موجود معنا
عمره ما كان هيتصرف زي ما الناس دي كانت بتتصرف، كان تصرفه هيبقى مختلف تماما. واكيد من سيره الرسول عليه الصلاه والسلام حيك عارف انه كتير اذوه بشكل كبير جدا، فقول لنا الرد بتاعه كان عامل ازاي. يعني هو في الحقيقه يعني كلام حضرتك قريب جدا من الدقه، لانه في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم في اواخر عصره بعد فتح مكه وبعد ان اسلم اهل مكه جميعا، كان هناك بعض الذين اسلموا يعني اسلموا نتيجه القوه، يعني يعتبروا اسلموا كما يقال يعني ايه بالقوه او بالمغالبه، يعني لانهم لما راوا الدوله الاسلاميه انتصرت فلم يكن لهم بد من الاسلام. وكان من هؤلاء المسلمين شخص يدعى الحكم ابن ابي العاص، وكان له ولد اللي هو مروان بن الحكم اللي هو بعد ذلك اسس الدوله الامويه. شكرا. هذا الحكم ابن ابي العاص كان مشهورا عنه انه كان يعني في كثير من الاحيان يستهزئ بالرسول او يسخر به ويقلد حركاته، واقرب ما يكون الى ما يحدث الان من الكاريكاتير. طبعا ما كانش في زمان رسمه الكلام ده، فكان بيعمل ده بشكل يعني في نوع من السخريه. الرسول صلى الله عليه وسلم لما طلب منه ان يقتله قال لا، ولكنه اكتفى فقط بنفيه من المدينه المنوره هو وابنه، ولم يعود الى المدينه المنوره الا في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه عندما تولي خلافه المسلمين. فبالتالي هو لم يقتله ولم يامر بقتله ولم يامر بحبسه، هو فقط مجرد انه ابعده من المكان الذي يعني يمارس فيه هذا الفعل الشنيع. وبالتالي فهذا يعكس يعني جانب كبير مما كان يمكن ان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان موجودا الان وراى هذه الصور او هذه الاساءات التي تحدث له. وانا في الحقيقه هنا اود ان اقول انه يعني لا للاسف الشديد يعني الموضوع له الجانب ان احنا كمسلمين لو اننا تركنا اصلا يعني هذا العبث وما ادينالوش اهميه ما كانش هينتشر بالطريقه اللي هو انتشر بيها. يعني احنا منذ تقريبا 8 سنوات عندما ظهرت اول صوره في الدنمارك وعملنا عليها ضجه كبيره جدا، لو احنا كنا سيبنا الموضوع ياخذ حجم الطبيعي ما كانش حصل اي مشكله. لكن هو المشكله بتحصل من ان هؤلاء يرون انهم يعني استطاعوا استفزاز المسلمين فبالتالي يتمادوا في هذا الاستفزاز للاسف، وبالتالي فنحن يعني ايه للاسف يساء استغلال يعني ما نفعله. وطبعا بنتيجه الحميه التي يعني تدفع بعض الناس ان هم يفعلوا هذه الافعال ردود الفعل. تمام. ولكن للاسف الشديد يعني احنا لا نستطيع ان يعني نعطيها حجمها الطبيعي. تمام. طب دكتور محمد يعني انا عايز اسال سؤال، هو الكتاب ده مطبوع بس ولا موجود على الانترنت؟ لا الكتاب مطبوع ليس موجود على الانترنت. طيب اصل احنا ليه ما نستخدمش نفس الوسيله؟ يعني احنا نرد بالرد الايجابي ان الناس لو الكتاب ده موجود على الانترنت والناس تقرا، اعتقد هم يعني في اوروبا يمكن امبارح كان حد كان معانا ضيف قال لك ال 20% بس من اوروبا عارفين المسلمين والباقي كلهم ما يعرفوش او عارفين طباع المسلمين وجزء منهم عارف اكتر منهم، فاحنا عايزين نوصل لهم النبي صلى الله عليه وسلم سيرته كانت عامله ازاي. في ناس بتفتح بقها لما تقول الله كان في راجل كده فعلا، هو ده ملاك ولا بني ادم؟ فاحنا عايزين نوصل لهم الكلام ده، يعني هم ما يعرفوش طب ما نعرفهم. يعني هو لا شك ان هو يعني مساله ان هو نضع كتاب على الانترنت او نضعه دي مساله تتعلق بحقوق النشر وما الى ذلك من الحاجات دي كلها، لان طبعا دي بتبقى حقوق ناشرين وليس حقوق المؤلفين او المترجمين. تمام. فهم الذين يملكون ذلك، ولكن الذي نملكه نحن أن نضع يعني سيرة الرسول مش لازم يكون عن طريق هذا الكتاب. يعني إحنا بالفعل في مواقع كثيرة تتحدث عن هذه السيرة، في موقع اسمه مثلا السيرة دوت نت أو موقع اسمه رسول الله دوت نت. تمام. يتحدث يعني بيوضع فيه مواد كثيرة تتحدث عن أخلاق الرسول وسيرته وصفاته وتسامحه وقرأ وكل هذه الأشياء. لكن هو يعني المشكلة أن الناس لا يريدون أن يقرأوا، يعني أنت المواد موجودة بالفعل ولكن انت يعني انت محتاج ان انت تقول لهم اقروا او انك انت يعني تخليهم تحفزهم على ان هم يروحوا يشوفوا هذه المواد ويشوفوا هذا الرجل العظيم الذي هم يعني لديهم صوره مشوهه عنه بدون داعي في الحقيقه. يعني يمكن نكون محتاجين لمزيد من هذه المواد ان احنا نزودها اكتر، نضعها بشكل اكثر جاذبيه، لان عاده طبعا يعني المواد المكتوبه عاده ما بتكونش ليها جاذبيه كبيره. تمام. لكن محتاجين لتقنيات اخرى يعني من الممكن ان تحدث جاذبيه عند القراء بحيث ان هم يعني نحفزهم الى قراءه هذه الاشياء، وبالتالي يعني نزيل من ذهنياتهم هذه الصوره المشوهه التي لديهم. تمام.
ان شاء الله باذن الله يبقى فيه افكار يعني زي ما حضرتك بتقول مختلفه ومتنوعه تقدر توصل للغرب بشكل كبير، واملنا في الازهر وبشكل يعني كبير جدا باذن الله انه هيبقى عليهم دور مهم جدا في الفتره القادمه. دكتور محمد مهدي الشريف، احنا بنشكر حضرتك يا فندم واهلا بيك معانا النهارده في مصر جميله. اهلا شكرا. هنطلع لفاصل مع كل مشاهدينا ونرجع نواصل لقائنا مع حضراتكم وفقرتنا القادمة مع فرقة منصور الأمير.